نهار الثلاثاء سهيلة وقعت بالأكاديمية مما أدى لكسر بالحوض، وبحسب تقرير الطبيب سهيلة بحاجة لراحة لمدة 4 أسابيع مما بيمنعها من إكمال مشوارها بالأكاديمية. ونتيجة هالانسحاب تم إلغاء عملية التصويت هالأسبوع وما رح يغدرنا حدا بالبرايم المقبل. حبيت نقولكم باللي أنا سافا، ما تخافوش عليا. كام تعرفوا باللي سهيلة قوية، محتاجة لدعواتكم ليا إن شاء الله، ونرجع بالسلامة. ونحبكم مزيان. بسيطة كتير، فلا تعتلوا هم، ووصلتني محبتكم من السوشيال ميديا. مرسي كتير لأنكم عم تسألوا علي، وبعد العملية أكيد رح طمنكم. من عائلة ستار أكاديمي، تلاميذ وإدارة، منتمنى لسهيلة الشفاء العاجل، وأكيد يا سهيلة نجمك رح يضل يلمع.